دير بالك عليها ها؟ ايه تكره مدلل السيارة. الله يحمي لك يا الله يسر لك. هلا معلم خليل. يا معلم خليل. معلم خليل. ايه صح النوم. بشو بدي احلف لك اني ما كنت نايم، بس الوالدة اليوم الصبح فقت لقيتها تعبانة، اتأخذت على الدكتور. خلص بقى خلص بالك بسام، هي مو أول مرة بتجربك. تشتغل من الصبح للمساء ما بتطالع عند نص وردية من غير شوفيرية، لك يا رجل بتمشي فيها 400 كيلومتر بالنهار وبتحاسبني آخر النهار كأنك ماشي 40 كيلومتر. عم تخونني يا معلم خليل؟ ما عم خونك ولا شيء، بس أنا هيك ما بيناسبني، عم أخسر. ليكو الزلمة ضابح حاله ويستلمها من الصبح لآخر الليل، وانت بتجيني بنص النهار وبتسلمني المساء مو شاغل شيء. طيب خلص بعدك هي اخر مره. شوف عمي بس انا ما بقطع نصيب حدا، جربتك وما زبط معي، الله يرضى عليك. معلم خليل يعني بيهون عليك، انا شو بدي اشتغل وبتعرف انه امي بالمرض واساسا ما بعرف بشتغل غير هالشغله. لا حول ولا قوه الا بالله. خد خد هدول ماشي حالك فيهم هاليومين لبين ما تلاقي لك شغله ثانيه. خد امسك لا تمسك. لا حول ولا قوه. الله يسر لك عمي بسام. شعره انا بفرجيك يا خليل الكلب.